استضاف برنامج كورة المدير الفني لفريق أبها التونسي عبد الرزاق الشعبي، الذي أوضح العديد من الأمور التي ساعدت الفريق للعب بين الكبار في دوري الأضواء. الحقيقة الإدارة وقفت معي على رأسهم الدكتور أحمد الحديثي، مشينا في المنظومة نتاع انتداب اللاعبين، ما تسرعناش، أخذنا نوعية من اللاعبين اللي يركبوا مع الدوري السعودي، لأنه شفناهم، كان شفتهم أنت تتوقع 2 توانسة 2 مغاربة 2 جزائريين، أنا تقريبا مشينا في اللغه وفي القرب نتاع العقليه باش يفهموا بعضهم باش ما نخسرش وقت. مهم هذا الموضوع، مهم كثير، لانه لو نجيبوا برازيلي ونجيبوا من اوروبا ونجيبوا من افريقيا ممكن الاندماج ما يصيرش، وهذه مش حكايه نوعيه نتاع لاعبين، حتى كي تجيب لاعب متوسط ويركب مع المنظومه يعطيك احسن من اللي تجيب لاعب مميز وتلقاه بعقليه واحده اخرى وما يمشيش مع بعضهم والانسجام ما يكونش. هذا يكسبك وقت كثير؟ كسبني كثير وقت بطبيعه الحال، من المعسكر نتاع تونس حطينا الامور في اطارها من الناحيه هذه. كما أكد شابي أن الفريق يعمل وسط ظروف صعبة، مضيفا أنهم يسعون للحفاظ على مركز جيد في الموسم الرياضي الحالي، وأوضح أن النادي يفتقر لملاعب ومنشآت، منوها بأن اللاعبين الأجانب عندما جاءوا لأول مرة للفريق بحثوا عن غرفة تبديل الملابس إلا أنهم لم يجدوا شيئا. أتعس فريق حشاك في الانفراستركتور اللي هم الملاعب والمنشأة والبنية التحتية، ما عندنا شيء. انا كان نقول لك اليوم وقت جو الاجانب باش يغيروا لبسهم يدوروا على غرف ملابس ما في. احنا ندربوا في الملعب الفرعي نتاع المدينه، يغيروا تحت الشجره اذا ثم مطر عليهم، اذا ثم هواء عليهم، واذا ثم شمس عليهم. الى الان الى يومنا هذا ما عندناش معناها لا غرفه ملابس لا عندنا. الحين انتم تروحوا تتمرنوا في الملعب الرديف؟ في الملعب الرديف، والملعب الرديف غير مجهز باي تجهيزات؟ الملعب الرديف ما فيه لا غرف ملابس، لا فيه وين باش تغير، لا فيه. طب ما تقدر تستخدموا المنشأة الرئيسية؟ ما نقدر نستعمل المنشأة الرئيسية، عندنا حصة إذا كان تلعب في أبها عندنا حصة، والأيام الأخيرة الكل حتى الحصة ما عادش ناخذوها. وأضاف: لدينا 26 لاعب فقط وليس 30، ولدينا مراكز ليس بها لاعبين احتياط جيدين، وبعض اللاعبين يلعبون في غير مراكزهم أثناء التدريبات. فريق أبها تعرف اللي ما عندوش 30 لاعب، احنا تقريبا عندنا 26 لاعب، فهم 3 حراس، 23 لاعب 3 حراس. فما مراكز تلقى فيها الاحتياط الكويس، وفما مراكز ما تلقاش الاحتياط الكويس، حتى قلنا نعمل تقسيمه فما لاعبين نحطهم مش في مراكزهم. عندك المفاتيح اللي تعتقد انه ممكن تعبر بك الهلال للنهائي؟ عندنا مفاتيح، لكن فما مفاتيح حديد وفما مفاتيح شويه خفيفه، احنا عندنا نص نص الحمد لله. النجمه بالرجال اللي موجوده فوق الميدان، بالرجال اللي برا من الميدان، النجمه على ساعه ونص كل شيء وارد. احنا عندنا نادي واسمه نادي ابها ندافع عليه على مده ساعه ونص، هما اسمه نادي الهلال يدافع عليه من حقه كنادي كبير، وممكن نحن كان خسرنا وروسنا الفوق حتى بنتيجه تكون معناها محترمه ونطلع راسنا الفوق، الناس كل تقول بارك الله فيك، لكن لا قدر الله عليه الهلال بالنسبه لي هو ينهزم وقتها تولي له مشكله اللي هو. احنا معنا ما نخسر، احنا نصف نهائي ضربه حظ ساعه ونص 50-50 هذيك هي الكوره. وارجع المدرب الاداء المتميز للفريق خلال المنافسات التي خاضها مؤخرا رغم الظروف القاسيه التي تواجهه الى ان اداره النادي لم تتسرع في اختيار اللاعبين، مشيرا إلى أن النادي اختار اللاعبين القريبين من عقلية الدوري السعودي بعيدا عن اللاعبين الآخرين الذين قد لا يتماشون مع المنظومة الكروية في المملكة. هذوما الأهداف نتاعنا، اللاعب يكون مميز محترم حتى ما يكونش معناها 100%، لكن يكون يعطي الإضافة للفريق، ومن ناحية الأخلاق والاندماج في الجروب يكون يمشي على المنظومة اللي احنا مخططينها، وإن شاء الله نواصلوا في النجاح هذا ويكون الجو تاعنا أفضل من اللي هو فيه الحين. وخاصة هو الإطار الفني اللي مشكور جدا، اللي كونه ما جاتنا حتى إصابة عضلية، وهذه مهمة كثير بعد 3 شهور توقف وزيدهم شهر تحضير وما عندناش إصابات عضلية بالظروف نتاع نادي أبها، ما عندكش غرف ملابس، ما عندكش وين تعمل الجاكوزي والساونا، ما عندكش وين تحط الثلج، نحطه في الثلج في البرميل زي الدرجة الثانية والدرجة الأولى والدرجة والمناطق. برمي نحط بالثلج ويغتسل اللاعب ويطلع في السيارة ويمشي، هذه ظروف نادي أبها. حلقة مثرية أجابت عن الكثير من علامات الاستفهام وأفشت عن سر تميز سفير الجنوب في ملاعب دور المحترفين.